تناول الغذاء الصحي والمتوازن يزود الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية التي يحتاجها للمحافظة على صحته، ويرتبط الاختيار الأفضل لهذا الغذاء بمدى محتواه من هذه العناصر الغذائية. وتعد التغذية عاملاً أساسياً للنمو والصحة السليمة، ويجدر التنبيه إلى أن سوء التغذية بنوعيها، نقص التغذية أو زيادة الوزن، تعد من أبرز المشاكل لصحة الإنسان في رمضان. ويتغير هنا النظام الغذائي لكل الصائمين، مما يفرض نوعاً من التغذية التي تراعي مقاصد هذه الفريضة لكي يستفيد من جسم الصائم. التغذية في رمضان موضوع حلقة الليلة من برنامجكم صحتك في رمضان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى ومن أجل الصحة كذلك. صوموا تصحوا. إذن ما هو النظام الغذائي المناسب في شهر رمضان؟ السلام عليكم. كما هو معلوم أن التغذية مهمة وفي خصوص في شهر رمضان، حيث يحتاج الجسم إلى البروتينات والفيتامينات لإتمام يوم صوم رمضان بشكل جيد. فهل يؤثر الصيام على جانب التغذية أم العكس؟ الغذاء يمكن الجسم من إنتاج الطاقة اللي كتخليه يقوم بالوظائف ديالو ويحارب العياء إلى آخره. والنظام الغذائي المتوازن خصو يكون كيتكون من فواكه، خضر، نشويات، سوائل والبروتينات إلى ما إلى ذلك. كما نعلم رمضان هو واحد الشهر مبارك اللي كنتقربوا فيه من الله تعالى، واللي هو الصيام ديالو فريضة من فرائض الإسلام. دونك اللي خصنا نعرفه هو أنه الصيام ديال رمضان عنده عدة فوائد صحية، منها أنه كيعاوننا في تخفيض ضغط الدم، أنه كيعاوننا في التخلص من الجذور الحرة اللي هي كتعاوننا باش أننا نقلوا من الخطر ديال الإصابة بالسرطان، كيعاوننا باش أننا نقللوا من الاحتمال بالأمراض أمراض القلب، كما أنه كيعاوننا في إفراز هرمون النمو اللي هو كيعاوننا باش أننا نبنيو العضلات وأن الجسم يقوم بالوظائف ديالو بواحد الطريقة اللي هي مزيانة. دونك كيفاش ناكل بطريقة سليمة في رمضان؟ أول حاجة اللي خصنا نعرفوها هو أنه في رمضان خصك تقسم الوجبات ديالك، حيتاش فاش كنكونوا صايمين ويلاه كنفرقوا الصيام، المعدة ما كتكونش خدامة، دونك هي كتكون مقلصة وفي واحد الوضع اللي غير نشيط. دونك أول حاجة اللي خصني نديرها ملي نفرق الصيام هي أنني نشرب شوية ديال الماء، نقطع الصيام بواحد التمرة مثلا، نتسنى واحد شي شوية قبل ما نبدا نشرع في الأكل. شهر رمضان هو شهر الرحمة والغفران، ومع إطلال هذا الشهر المبارك يحلو الحديث عن الفوائد الروحية والنفسية والجسدية للصيام، لكن هناك وقفات صحية ووصايا غذائية لابد أن نعيرها شيئاً من الانتباه لنحصل في رمضان على الصحة والنشاط مقرونين بالقدرة على الطاعة والعمل. فبعد ساعات طويلة من الصوم تكون المعدة في حالة عدم استعداد لبداية عملية هضم وجبات دسمة قد ترهق المعدة، حيث يعتبر التمر سهلاً وسريع الامتصاص من قبل جدار الأمعاء بسبب السكريات البسيطة مثل الجلوكوز والفركتوز، وعملية هضمهما لا تحتاج إلى عمليات معقدة كما هو الحال في النشويات والدهون. بالنسبة للتركيبة ديال الفطور، أول حاجة خصنا نهضروا عليها هي السوائل. خص ناخدوا كمية كافية من السوائل في الفطور وما ناخدوش كتر من القياس. كما قلنا المعدة كتكون مقلصة وغير نشيطة، دونك ما خصنيش نعمرها بزاف بالسوائل، وناخذ واحد السعرات حرارية اللي هي فارغة مثلا في العصائر ولا المشروبات الغازية إلى آخره. خصني نشرب شي شوية ديال الماء، واحد الكمية ديال الكوب مثلا كل نصف ساعة في المدة اللي كتمتد بين الفطور والسحور، باش الجسم ديالي ياخذ واحد الكميه من الماء اللي تكون ثابته وعلى طول ديك المده اللي هي باش تكون كافيه. دونك بالنسبه للسوائل، باش نبقاو في السوائل، نحاولوا ما امكن اننا نفضلوا الماء والعصائر الطبيعيه اللي هي مصايبه عندنا في الدار، نحاولوا ما امكن اننا نبعدوا على المشروبات الغازيه والعصائر اللي هي مصنعه لانها كتكون فيها سكريات بزاف، وهاد السكريات كتعطينا مثلا عسر هضم اللي غادي يدير لنا واحد المشاكل من بعد.
مورا المشروبات كيجي البلاد ريزيستانس اللي هو المساله اللي غادي تعطينا السعرات الحراريه الكافيه باش اننا نكوفريو الاحتياجات ديالنا. هاد البلا هذا يا اما كيكون مثلا الحريره اللي كنصايبو في رمضان ولا شي حاجه اللي هي مصايبه من الحبوب الكامله ولا خضار الى اخره. نحاولوا ما امكن اننا نبعدوا على المعجنات اللي هي ما فيهاش الياف غذائيه. نحاولوا ما امكن اننا نبعدوا على مثلا الشباكيه، المسائل، البريوات الى اخره اللي هي كتكون مشبعه بالدهون، مشبعه بالسكريات وما فيهاش فيتامينات، ما فيهاش الياف غذائيه. إن وجبة السحور هي وجبة التزود بالطاقة، فهي التي تمد الصائم بالاحتياجات الغذائية التي تساعده في إكمال صومه، لكن يسهو كثير من الناس عن فضلها وأهميتها ويكتفون بالوجبات الليلية الدسمة التي لها آثار سلبية على الصحة ومنها الاضطرابات الهضمية، بالإضافة إلى السمنة بسبب السعرات الحرارية العالية التي يختزنها الجسم على هيئة دهون. جرت العادة الغذائية بتناول ثلاث وجبات رئيسية في اليوم، عليه يجب أن لا يختلف الحال في شهر رمضان، أي أن يعادل السحور وجبة الفطور في الصباح ويعادل الإفطار وجبة الغداء، وأن تكون وجبة خفيفة بينهما تعادل وجبة العشاء، فهذا يساعد على موازنة وظائف الجسم بالإضافة إلى إمكانيته من توفير احتياجاته في ثلاث وجبات من النشويات والبروتينات والحليب ومشتقاته، ولا ننسى الإكثار من شرب الماء. بالنسبة للوجبة الثانية اللي هي وجبة السحور، خصنا ما أمكن أننا في وجبة السحور ناخذ نشويات كاملة اللي تعطينا الطاقة على طول اليوم، يعني ما نحس تعطينا الطاقة بشي شوية بشي شوية اللي تخلينا شبعانين النهار كامل ونحاربوا ذاك الإحساس بالتعب والعياء. كلينا كذلك أننا ناخذ في السحور الفواكه، يمكن لينا أننا ناخذ مشتقات الحليب. بالنسبة للسوائل ما نكثروش منهم في السحور، حيت السوائل هي ما كتخزنش في الذات، دونك من الافضل كما قلنا ان الانسان يبقى يشرب من المده الممتده بين الفطور حتى السحور واحد القيمه ديال كوب مثلا في كل نصف ساعه. الى يمكن لنا كذلك في السحور اننا ناخذ مثلا حساء ديال الخضار ولا مثلا بيصاره الى اخره مع شويه ديال الزيوت النباتيه. نحاولوا ما امكن اننا في السحور نبعدوا على النشويات اللي هي غير كامله، يعني الحبوب المكرره مثلا لي بات سميتو المقارونيه الى اخره. بالنسبه للمشروبات في السحور نحاولوا ما امكن اننا نبعدوا على المشروبات اللي هي فيها الكافيين، لانها عندها خصائص مضره للبول وكتخلي الانسان انه يتخلص من السوائل اللي عنده في الجسم. في السحور ايضا نحاولوا ما امكن اننا نبعدوا على الاغذيه اللي هي مشبعه بالزيوت، يعني اللي مقليه في الزيت ولا اللي فيها دهنيات بزاف مثلا اللحوم الحمراء الى اخره. ونحاولوا ما امكن اننا نبعدوا على العصائر ديال الفواكه الجافه. دونك بالنسبه للناس اللي كيبغيو يتعشاو في رمضان، من الافضل لهم انهم يقسموا وجبه الفطور. مثلا في وجبه الفطور نبدا بشي حاجه اللي خفيفه اللي هي غادي تفتح لي المعده شي شويه وتوجدها باش انها تخدم. نفرق الصيام كما قلنا بواحد الكاس الماء مثلا تميره، وناخذ شي حساء الخضار مع شي شويه ديال الخبز اللي هو يكون خبز كامل. ديك الساعات يمكن ليا نتسنى واحد شي شويه، مثلا نتسنى واحد ساعتين ثلاثه د السوايع عادي يمكن ليا نتعشى باش نعطي المعده الوقت فاش انها تهضم بعد هذوك المسائل وانها توجد راسها باش انها تاخذ اغذيه ما اكثر. ان اختلاف العادات الغذائيه في شهر رمضان قد يدفع الكثيرين إلى قلة استهلاك الخضروات والفواكه، وهذا تصرف غير صحي، فأهميتها تجعلها في قمة الأولويات، فغناها بالفيتامينات والأملاح المعدنية ضروري للجسم، بالإضافة إلى الألياف التي تساعد على الإحساس بالشبع، وكذلك الوقاية من الإمساك، فيجب عدم إهمال تناولها سواء طازجة أو مطبوخة، وتوزيع الحصص المفروضة منها على الوجبات الثلاث. وتتميز الحلويات عامة والحلويات الرمضانية خاصة بكونها مليئة بالدهون والسكر، وبالتالي فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يمكن تناول الكعك الجاف بدون كريمات والأرز مع الحليب بكمية معتدلة، والتقليل قدر الإمكان من تناول الحلويات الغنية بالدهون والسكر.
بالنسبه للاطفال اللي ما كيصوموش رمضان كيصيبهم واحد النوع ديال الاهمال في هذا الشهر هذا، لانهم مثلا كنختلقوا الحجه انهم غادي يفطروا معنا في الطبله ولا انهم تسحروا معنا، وكنصوموهم بواحد الصيام متقطع اللي كيضر بالصحه ديالهم، يعني ما كنعطيوهمش الغذاء الكافي اللي كيحتاجوه، وما كنعطيوهمش كذلك التركيبه ديال الوجبه اللي كيحتاجوها. يعني كنسدوا لهم الجوع بمكسرات الى اخره، مثلا كنعطي شويه ديال الصفوف ولا شويه ديال الشباكيه ومسائل من هذا القبيل. دونك بالنسبه للاطفال خصني نعطيهم ثلاثه ديال الوجبات الرئيسيه ديالهم اللي هي الفطور الغداء العشاء في الاوقات ديالها، ونحاول ما امكن ان التركيبه ديال الوجبه تكون كتوفر على العناصر الاساسيه ديالها اللي هي نشويات كامله، فاش كنقولوا كامله يعني بالنخاله ديالها بطبيعه الحال، يكونوا مشتقات الحليب، يكونوا بروتينات على شكل بيض، حوت، دجاج الى اخره. كما كنعرفوا كذلك اننا في رمضان كيكون شويه ديال السهر، يعني الناس ما كينعسوش بكري، كيبقاو فايقين بالليل، وكنحاولوا اننا نامبوزيو هذا النمط الحياه حتى على الوليدات ديالنا اللي هما كيبقاو فايقين معنا وكيلعبوا حتى لواحد الوقت متاخر. دونك الجوده ديال النوم ديالهم كتهبط، وهذا الشيء كيكون عنده انعكاسات على الصحه ديالهم بطبيعه الحال وعلى الكاليتي ديال النوم ديالهم. دونك نحاولوا ما امكن اننا نخليو واحد النمط ديال العيش السليم بالنسبه لهاد الوليدات الصغار، نعطيهم الوجبات ديالهم في الوقت ديالهم، النعاس ينعسوا في وقت اللي هو يكون مبكر باش ياخذوا حتى السويع ديال النعاس اللي هي كافيه بطبيعه الحال. في هذه الفقرة اخترنا لكم مشاهدينا الكرام بعض النصائح لتغذية سليمة في هذا الشهر الفضيل، ومنها الحرص على شرب 2 إلى 3 لتر من المياه بعيداً عن السوائل الأخرى، الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الطازجة لأنها غنية بالمياه والفيتامينات، الإقلال من تناول الأطعمة الدسمة لأنها تساعد على حدوث مشاكل الهضم خصوصاً مع قلة نسبة السوائل في الجسم بسبب الصيام، عدم الإكثار من تناول الحلوى لتجنب زيادة في الوزن، عدم الإكثار من المشروبات الغازية في وجبة الإفطار لأنها تقلل من كفاءة الهضم، ضرورة ممارسة أي نشاط خفيف بعد الإفطار بساعة لتنشيط عملية الهضم كالذهاب لصلاة التراويح أو المشي.